حضنت منطقة أهرامات الجيزة احتفالية شركة الخطوط الجوية السعودية بمرور 75 عاماً على انطلاق أول رحلة جوية دولية لها، وكانت إلى القاهرة على متن طائرة من طراز داكوتا. ويبرز الاحتفال الذي يقام في حضرة أبرز معالم مصر التاريخية مكانة العاصمة المصرية القاهرة لدى الخطوط السعودية، إذ تعود العلاقات بينهما إلى أربعينيات القرن الماضي. متابع. انطلاق أول طائرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية قبل 75 عام هي عبارة عن رمزية لعمق العلاقات التاريخية فيما بين البلدين الشقيقين. كما تعلمون بأن أول مكتب فتح للخطوط السعودية أو أول محطة فتحت للخطوط السعودية كانت في جمهورية مصر العربية. في اليوبيل الماسي للخطوط السعودية بتعكس الحقيقة تطور هذه العلاقات على مدى 75 عام ووصولها إلى طفرة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر لها مكانة عزيزة جدا في قلوب السعوديين، أعتقد اليوم كانت فرصة لإثبات هذا الشيء أمام الملأ للعالم. باسم الخطوط السعودية احنا نتشرف انه احنا نكون احد مش بس الشركات اللي بتربط عن طريق الجو، لكن ايضا بتربط بالمشاعر وبمثل هذه الاحتفاليات. اصبح المواطن المصري والمواطن السعودي ما يستشعر انه في بحر بين الدولتين. من طائرة كانت ورحلة في الاسبوع الى 20 رحلة في اليوم، عندنا محطات كثيرة تنطلق منها طائراتنا في المملكة العربية السعودية واصلة إلى القاهرة، اسكندرية، شرم الشيخ، وفي المواسم إلى أسيوط، أسوان، وسوهاج.